السلام عليكم. ولا سمحوا لي الدراري جاو. يا بسم الله اللهم بارك وزيد في ذلك، وقول اللهم بارك لي فيما رزقتني ولا تضرهم. الدعاء مزيان، الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا اي حاجه كتعجبك وليداتك الحاجه اللي ربيتيها مرحبا. هاكوا الاخوان كنوكلوا بشويه بشويه، ما كنخشيو السورانك تال داخل هادشي هاكا بشويه ونعاودو نغطيهم. ها الولاعة هنايا، الولاعة هما هنا، هادو ها هما. تبارك الله، اللهم بارك. شتو الولاعة؟ إوا هادو غنديهم يتصنطو ونكملو معاكم الدرس إن شاء الله. حنا معاكم ما تقطعوش. إخوان مرحبا، نكملوا الدرس ديالنا الاخوان. تبارك الله عليكم، تحياتي لكم جميعا. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مره اخرى عند مدرسه مزاكان تحت عنوان فائده من ذهب. الاخوان كيف شفتوا كنا هذاك كبدايه على الامور ديال يعني كيفيه الانسان وكل الفريقات ديالو يمشي معاهم بشويه. للتذكير فقط الاخوان، هاد الماكله هادي كل ماكله صدقات لك وعطاتك مشيتي بها مزيان ما تبقاش تعاود تبدل صافي. هاد الماكله هذا انا كندير هاد الافاتيه، ولكن كاين القاضي جناب، كاين بزاف الماكله في هاد الحوايج هذا، ولكن انت باش تعرف هاد الماكله راها مزيانه. شوف البصقه ديالهم كبيره، ما معس كيتعصموش، الفراخ ما كيردوش، يعني كيتزادوا كل يوم، كيبان لك يتزاد التحسن ديالهم. الفريخات راهم مزيانين، ما تخلطش مع شي حاجه. هادشي راه كاع هاد المكونات مشكينه راهم فيها بزاف فوائد، ما تزيدش تخلط، ما تعرفش داك الحوايج باش تخلط، وغتصدق زيد في واحد النوع ديال الفيتامين كثر من القياس ويصدق مرض لك الطير. على اينا الاخوان ان شاء الله اليوم غادي نهضروا في امور ديال بعد الولاعه، نشارك معكم الولاعه. على اي اليوم غنهضروا الاخوان، دائما كنهضروا على المقنعين، على الطائر الحسون الهجين، القانون الكوديغو. اليوم غادي نهضروا على القفز، على الكاش. هنا كيف شفتوا الاخوان هاد القفوزه هادو، كاين القفوزه عندنا اللي هما ديال ملاكا، وكاين القفوزه عندنا ديال الاخوان اللي كيصوبوهم هنا في المغرب عندنا في النالة. هنا هاد الطونسبارو هادي راه الاسم ديالي جاتني من الصبريون هي، وهاد القفيزات ديالي وهاد البوشيطات بالاسم ديالي. هادشي ديال جابو لي السي عزيز كامين جزاه الله عنا خير، قفيزات ديال ملاكا. على عين هاد القفيزات هادو، هاد البوشيطات هما اللي جاب لي هاد الطونسبارو، هاد البوشيطات هادو كل بزاف معدات. كنوصي الاخ كامين الحمد لله، يعني انا ما كنت حاسبش الثمن، والاخ حتى هو يعني الله يجازيه بخير كيدير معنا اثمنه زوينه. على اين الاخوان هانتوما شفتوا القفيزات، كاينين القفوزه الحمد لله موجودين، خصنا على الفريخات الله يصدق، وكاين حتى الفريخات الحمد لله. الان هانتوما الفراخ هنا عندي الحمد لله، هادشي ديال القفيزات. كاين الاخوان هنا اللي بغيت نهضر عليه هو على الحجم، كاين الحجم اللي صغير بحال اللي شفتوا هاد الحجم هذا ها هو هنا، هذا صغير بزاف، صغير هو ديال المقنعين. ولكن الاخوان راه المشكل اللي كاين راه بالنسبه للفراخ المقنعين راه ما خاصش هاد القفز، راه بكل ما كامل احترامات هاد القفز ديال الكونكورس وديال الكونكور ديال المسابقات. وحبذا هادي يعني واحد الميساج بغيت نصيفطو للكيانات، حبذا يتوحدوا هادشي ديال الايكاش، يتوحدوا بالقراعي ديالهم بكل ما هو المواصفات ديالهم، ولا نشوفوا مع شي اخ من الاخوان اللي كيصوبوا لي ملا نعاونوه. ما حنا راه ما كنديروش الاشهار لشي واحد، باش يكونوا فاهمين الاخوان، حنا كنتعاونوا مع الناس. الرزق بيد الله، في السماء رزقكم وما توعدون،
الله هو الذي خلق الخلق وبسط الرزق، هو اللي بيه عنده كلشي. حنا اللي كيستاهل شي حاجه كنقولوها، هادشي اللي كاين الاخوان. هاد القرص من عند السي العمراني، يلاه وصلني. تحياتي للسي العمراني، تبارك الله في فيسبوك تاز، نتمنوا من الله المزيد اخويا. حنا راه زعلنا هادشي ديال التحف على عين الاخوان. علاش هاد القفز قلنا ما خاصوش يتحفظ فيه الطير، ما ديروش طار الحفاظه. طار الحفاظه ديرو شويه كبير، دير شويه كبير. طار خاصو يلقى فين يتسرح، فين يسرح جناحه، فين يدور، ما تعمرش يلقى الزيبه ديالو. علاش؟ باش ما طيحش فواحد المشاكل. شنو هما هاد المشاكل؟ الطير كيحمر خاصه القرى ديال لاش ولا ستيبات صغار، كيوليو يدورو على القزيبه ديالهم، كيولي كيدور على الخيا ديالو، قريب ليه كلشي، معصب. علاش انت ما ديرش واحد القفز كبير؟ هاد القفوزه مزيانين، هادو انا كندومونطيهم من الاسبان، الاخوان كيجيبوهم ليا، كندير كندومونطي ديك ال 20 16 قفز ولا 12، كيبقاو عندي ديما عندي بالاحتياط. وهذا الفراخه هما نوريكم الولاعه، هاد القرع ديال العام اللي داز تبارك الله. هاد القرع هادو قرع مزيانين وكيحمرو مزيان، وشوف كيفاش نقيها لاخر، حتى هو لاخر حتى هو في نفس القفوزه. كتبقى هادي ديال اللي كيتغسل، كيبان لك الفرخ نقي ومريح. على اينا الاخوان، قلنا هاد المساله هادي ديال الاتساع ديال القفز، ولا علاش كيدور الطير على القزيبه ديالو. اسمحوا لي مع التصوير، كيدور على القزيبه ديالو، ما لقاش اتساع، ما عندوش اتساع كيف بغا. ولهذا انا بغيت تداوي هذه المساله في حاله الا كتب الله وطحتي في هذا المشكل ديال الطير كيدور، عندي واحد المساله غتنفعك ان شاء الله. حاول تشدو ديرو في قفص كبير كريه، دير ليه الماء يعوم تشماش، خرجو واحد 25 يوم ولا شهر، ما غيبقاش يدير لك هذيك المساله. وشدو ملي تبغي دير الكونكور، ديرو بعدا في قفص كبير، وخا صحيتي من الكريه ما تعاودش ديرو في قفص صغير، ديرو في قفص كبير شويه. وملي تبغي دير الكونكور عاد ديرو واحد 5 ايام ولا سيمانه قبل واحد القفز ديال الكونكورس، ودير وهذيك الساعه راه هو في ديك السيمانه غادي يولف لك القفز وما غتبقاش عنده هذا المشكل. هذه من جهه. مساله اخرى الاخوان، او فائده اخرى، هي كاين الاخوان اللي كيقول لك اخويا راه حنا كنديو الطير كيكون في الدار كيصحصح، ولكن في الدار ما في الكونكور ما كيتكلمش لينا. كان عندي واحد الفائده تاع هي الاخوان، غتبدا الطير تشد بينشو بيكي الطير وغتديه للطبيعه بحال الشكل داكشي ديال الكونكور. دوك البيكي غتعلق الطير، علقو بهاد المسائل ديالو. الا كان شويه البرد دير لها لاستيك باش ما عمرها دي تفرفر ولا تشي. هاد المساله ديالو كلشي، غتشد هاد الوكاله تحيدها وعلقو وتسنى. ماشي المشكل شحال تسنى، تسنى هو يهضر. مجرد ما يبدا يتكلم 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 واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق، كدير واحد الماكله في هاد الوكاله مانيطوبا ولا شي نوع من الماكله اللي كتكونش كضر، غتمشي غديرها ليه يا عزيزه وخليه ياكل، سد عليه صافي جيب حالاتك. نهار اخر عاوتاني وكوك ريح، تسنى غير يهضر، ديري الماكله. غتولي تحطو في البينشو غادي يتكلم كيتسنى الماكله، اي حاجه كتدريسها بالماكله. فكروا مزيان وراجعوا العقل ديالكم، كلاب حيوان كلشي كيتدريسها بالماكله. الماكله راه كتلقى دابا في سوق صحاب الدريشاز، شاد شي حاجه كتعجبو كياكلها، كيدير شي حاجه كيقول ليه طري بيان وكيعطيها ليه وكيعاودي معاه في التمارين. انت باش غدريسي الطير بالماكله، ونهار يكون عندك الكونكور حيد الوكاله، طير ملي يمشي ويتعلق ويسالي ويتكلم مزيان ما تبقاش فرحان تكلم ليا الطير. لا جيبو بلي عطيه لك السيد اللي مكلف به فوزه، شدو عطيه الماكله، يعني ما عندي ما يتسالك. هادو هما الحوايج باش غدريسي. فمرة اخرى الاخوان، حنا ما كرهناش الاخوان، كيف قلنا يتوحدوا القفوزه. هاد الاخوان هادو يتطوع شي اخ ويشوفوا معاك، يعني ندير واحد الثمن اللي هو رمزي مناسب، ويداروا واحد القفوزه موحدين ديال لي كونكورسو باش تحيد واحد المشكل. ما كاينش هذا قيل وقال، لا راه الحكم كيعرف القفز ديال هذا ولا هذا. الحكم كيجي
لا ما كنشكو في النزاهه ديال الحكام، حنا كنهضروا ما هو الصالح العام. يتعلق الطير، الطير ما كيعرف، الحكم كيعرف الطير، حتى داك اللي غيتكلم فيه ما عندو ما يتكلم، عندو منين يدخل الحكم يهضر فيه ويتكلم فيه، راه فوزه وحدين بحال بحال. باش مبدلين باش كتعرف قفزك ماذا، راه الساك ديالك والنيميرو ديالك، هذا هو المسائل هذه. ك يعني نتمناو من الكيانات يدركوا هذه المساله هذه، وتكون راه حتى في اونيفو دو ليسبور راه كاين الجهه اللي هي مشات في هذه الخدمه هذه، كاين بعض الجهات اللي باقا ما، ولكن كاين الجهات او جمعيات اللي هما فرضوا هذه المساله هذه وخدامين بها، عطات الاستمرار ديالها ما كاينش مشكل. تبارك الله عليكم الاخوان، وتحياتي للاخوان اللي كيسهروا على القفوزه هذو، راه فيهم تمارا الاخوان، راه ماشي ساهل هادشي. تحيه لهم الله، قسم بالله نكيلوا لهم التقدير والاحترام، جميع الاخوان المغاربه اللي معطين هادشي ديال التصويب ديال هاد القفوزه هادو، وتعاونوا معاهم الاخوان ونشجعوهم. وتبارك الله عليكم الاخوان، وتحياتي، نتمناو تكون هاد الحلقه هذه يعني استفدتوا منها شيئا ما. وتبارك الله عليكم الاخوان، واللي بغى يتولع مرحبا، الزاويه يجي عند خو ربوح عبد المجيد للدار مرحبا، الولاعه مرحبا، حنا ماشي ضد الولاعه، حنا مع الولاعه ومع الموالع النقيين العقليه السليمه النقيه. شو وصيه من عندي الاخوان، اللي محفق مسخ قوه الهضره بلا بسع منه، قلبوا على الناس نقيين، الولاعه ديالنا نقيه، قلبوا على الناس نقيين. اي جمعيه اي كيان دير واحد بحث على اي واحد بغى ينخرط معاه، الا ما كانش عقليته نقيه وعدو الصالح العام وصالح المجتمع، ما عندك ما دير به، وفاز تاع المجتمع. قلب على الناس نقيين وتولى معاهم. تبارك الله عليكم الاخوه.